النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح مسلم: واعتصموا بحبل الله.
كارها للشريعة، كارها لمظاهر الإسلام. أنا أدعو إلى الوحدة وإلى الاتحاد، وكلنا يد واحدة، يد الله مع الإمام. ومن شذ شذ بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحدتنا كمسلمين ضد أعداء الإسلام. وحدة المسلمين ضد أعداء الإسلام. أستكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وأقول ما لم أستطع أن أقوله في الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رب الناس، ملك الناس. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد. احمدك ربي حق حمدك، واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك. واصلي واسلم وابارك على صفوه خلق الله، على سيد الاولين والاخرين، على رحمه الهدى الى الخلق اجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى ازواجه وامهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته التابعين بعد التابعين، وارض اللهم عنا وعنهم اجمعين. اللهم امين. اللهم انا ندعوك ونسألك ونتوسل اليك باسمائك الحسنى، وانت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشريف الحق الوكيع القوي المتين الولي الحميد المعصي المبطئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر الكبار المنتقم العفو مالك الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع البري المغني المانع
Allah's
جمعية المشاعر وجمعية الفقار.
سبعة. فأنا طبعا عليه أنا طفت عشرة. فترجع تقول
عامل ده المشي اضافه والمشي اضافه. Yeah.
السلام عليكم. كلنا صلاة يوصي وحكاية وقت